صباح الخير، صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. قلت نبدا معكم فيديو بطبيعة الحال كنكون مسافره، كنبغي نشارك معكم اليوميات ديالي. يلا فقط صوتي باقي ما فاقش. صراحه درنا حلقه، كنقول سميه ملي كنتلاقاو كدرنا حلقه، ما عرفتش واش البرد ولا الهضره، حيت كنبقاو مقصرين في الليل، كنبقاو كنهضروا، كنبقاو كنعاودوا الجديد والقديم. المهم اختي دوز مع وقيته زوينه. اليوم النهار الاخر لينا هنايا، نهار الاخر ليا انا، حيت عبدو امير كيف ما شاركت معكم راه مشاو البارح. المهم يلا فقط الصوت، غير صوت غير نمسي هكا وحليت الشريج. ميرسي. واحد الجو كيصبح في هاد البلاصه فين ما كتسخيش بها صراحه، ما سخيت والله ما سخيت. صافي يلا حليت الشرجم هنايا، جمعت البلاصه فين كنت ناعسه، لافاري جمعتها البارح، خليت غير هنايا لي زاسبا ديالي غنلبس ومتقشرات، وهذه راه جمعتها، هذه الفوطيله اللي استعملتها دابا، وغنخلي فاش ندير بيجامتي. هذا غادي يجي مع هاد الشابو اللي عندي، عندي ديجا هذا، عندي الساك ديالو كنت خديته من بيكتيل ولكن كبير شويه، داكشي علاش خديت ليه هذا. وهادو اللي شاركت معكم البارح، صوتي اختي باقي ناعس، هادو اللي خديت ديال لاطابل زوين بحال الحصيرات فنين، هادو دابا نديرهم في الدار ونشوفهم. صافي هنا اللبيسه اللي غنلبس حطيتها هنايا، مكياج ديالي ديجا راني درت ليكرون، قديت شويه حجباني، درت ماسكارا والكحل وعكيه. باقي ما فطرتش، الا غنمشي نفطر خليت انا البارفان ديالي ديودورون، هادي ما عرفتش غنصوب بها شعري ولا لا، ديال سميه ماشي ديالي. مكياج سويك سويك صغير كيجيني ساهل وبراتيك. وصافي دابا نمشي نشوفو سميه كتوجد، فطرت معناتها كتقرقب قرقب قرقب، نمشي نعاونها هكا، غدا غير نفطر صافي نشد الطريق نمشي بوحدي. عبدو راه مشى البارح دوك غنمشي انايا، نمشي في التران ندير هكايا تجربه جديده. شحال هادي اختي بيني وبين التران، اليوم نعاود نحيو الذكريات. سميه صاحبتي عرفتني هزا ليا البيض، قالت لي نوضي اختي ندير واحد المقله ديال اومليت، لا غير نصاوب لك انا، عرفتي هزا ليا البيض. شوفي اللي كنفطر بيه في الفيديو. انا الصوت راه ماشي. وي انا الصوت على المقدمه، قلت لك صوتي باقي ناعس. وي لا ما عرفتش واش البرد ولا الهضره. لا انا الصوت البارح مشى ليا. شنو الهضره ولا ما عرفتش؟ لا لا ماشي الهضره، البرد. نتلاقى انا وياك. البرد لا، انا مؤخرا ولا كيمشي لي الصوت من تركيا. عرفتي وقيله وقيله البرد ديال تركيا ولا ماعرف شنو، تنبقى غير هادو كنضحك وكنهضر بزاف. واش الهضره؟ انا كنت الهضره. عرفتي بايلا صافي الصوت ماشي، غير حتى اللي مشى لي الصوت. انا صوت مقيله، عندي فيها جبيت هذا ديال الملح، نديرو ملح وكمون. ديري ملح وكمون. عبدو تبغي الملح وكمون؟ انا نبغيه. هي زويته من الفوق، نديرو لها بحال هكا، حطي فيه. تجي زوينه. درو مليحة. بغينا نساو احسن وقيلة، تنرجعو هادشي للكمون. قالت لي عبدو راه عزيز عليا البيض بحالك. هي ما كتبغيش سمية، شوفي هاد الكمون فن. الله الله الله، هذا الله الله. صافي خليه في المقيلة، لا ما ديريلوش، نديرو في الطبسين حيت يبقى سخون في المقلى. صافي يلاه الفطور ديالنا هو الشفين جات، باش خويا عبدو مسكين تعذب تمحن. ها انت ماما عبدو مسكين تمحن وتعذب، قال لي ها هو تقطع التصوير. والله كاين واحد هنا ثاني جا. انت ما كاين واحد هنا راه كنشوفو، واحد جا على اخر. والله لا عاد نشوفو الجليسه ديال اليوم فن. يا سلام اختي نتوحش انا هاد الاجواء، والله غنتوحش. لا لا تبارك الله تبارك الله، انا البيض ومحراش تبارك الله، محراش حريشه. المهم اختي انتوما الصوره كاينه، الصوت راه ما كاينش. ها صاحبتي سميه ها الكليسه وبصحتنا وراحتنا. صافي سخيتي؟ ايوا صافي اختي. بصحة البيسة؟ صحتك زوينة؟ جاتك زوينة. دابا نديروش. اللي خديتي البارح صراحة فن، والله إلا جاتك زوينة. لا جاتك زوينة. جاتك داكشي زوينة اختي. صحتك؟ اختي والله إلا ما سخيتش بك وحق الله. غادي غتبقى بلاصتك، والله تبقى بلاصتك كبيرة دابا. هادشي شنو؟ ما سخيت ولكن تحشت اختي. غندخل دغيا غنجمع داكشي غنجبد عليها بنعسة دابا. حتى العشية غادي نخرج. سيري غنمشي الخدمه دابا، غنحدني غنمشي للتران نيشان ندير الخدمه.
والله ما صحيت اختي بلاتي اختي تنشوفوا اللبسه راه عجباتني اختي حمقاتني اللبسه شوفوا قلت لها والله الا كيجيوك الكساوي فنين وهي اختي كتقاتل ديما تلبس ليا ايوا اختي لبستي شي اصلا اختي تمايا دارت لكم البنات واحد الريل زوين في انستغرام راه حطات ليكم جيجي اختي مع الخضور ايوا هذا شحال هذيك اللي كنقولوا لي فاني هذه فين ما كتبقى البلاصه تمايا غنبقى نتفكرك انا ديال بلاصه يو سير اختي الله يسهل عليك الخدمه ما تمشي تخدم صافي دابا انا غادي ندخل اختي نتسالم والله ما اختاخي بك قسما بالله كنا نتلاقاو في اقرب وقت الله الا غادي نتوحش كل عندك انت رحله سينما فواياج ان شاء الله ان شاء الله والله ما كرهت عرفتي الناس والله ما غنسخف بها شوف انا بزاف ديال الزمان فاش عليا لا وضع عرفتي غادي نسخف بها ولكن انت مكرهتش هزك غير كديك معايا في الباليزه حيت انا وياه انا اللي راه بزاف بصح حنايا دابا كنتحدث مع غدا في التران والوقت قرب يوصل وانا عايز المره الاولى بعدا راه عطلت على المره الاولى والله عليها ولا نمشي عليها اختي الله يفرحك كنا باغا نطلعوا ان شاء الله عليك الخدمه يا ربي امين ونعاودوا ان شاء الله مره ثانيه الله يفرحك سمي على ماماك بزاف بزاف خالتي كتسلم عليك اه راه تبشي عندي ان شاء الله داك الشيء العام الله يخويا عبدو الله يسهل عليك امين يا بون فواياج الباكون دخلوا شوفوا فيديوهات راه جايين زوينين راه بقيت عندها هكا ديال الفيديوهات خصك تحطهم يلا المهم انا غنمشي باي باي لا ما تنساش نشوفكم شي فيديو اخر ان شاء الله عرفتوا شحال مركبت في التران واحد التجربه زوينه جيت فرحانه للخدمه صافي غيجي عندي عبدو في الليل راني جيت باليزي غيجي عندي ها هو جا عندي دابا هنا كنت غنصور لكم لقطات في الخدمه ولكن خصكم اصلا وصلت معطله حيت سميه بقات كتقول لي جلسي ما سخيتش بيا وتا انا ما سخيتش بها من هذا الفيديو كنقول لها شكرا بزاف على حسن المعامله حسن الضيافه وعلى كل شيء جينا الجوهره البلاصه اللي كناخذوا منها داك السندويشات اللي عند مون طابله ديما كتسولني فين كاين المهم ها هي الرومبو ديال الجوهره تما كاين هنا هاد مارين كرارس كيبيعوا هادو كيعرفهم عبدو مزيان هانتوما وكان حداهم مول العصير وخدينا ساندويتش دابا غنمشيو للدار غناكلو هنا في الطوموبيل عاد نمشيو جيت لقيت الكابيني عامره بغيت غير زعما كنهضر معكم ما قدرتش كانت الخدمه بزاف صافي شفت الصوت بدا كيمشي عبدو توحشتيني؟ ايه ضروري توحشتي بسالاتي؟ ها؟ توحشتي بسالات؟ جوعت زعما ضروري ايوا قلت لكم صافي خدمت في الصوت مشى رجلي السيمانه اللي فاتت كنا مسافرين هاد السيمانه مسافرين يعني ما ارتاحيناش السيمانه الجايه خصني نقص في الدار هاد الميكان خصني نقص في الدار والله ما نتبع كلشي قلت تبعيني شي قلت؟ والله ما نتبع كلشي قلت تبعيني ولا انا كنمشي معاك هذيك المرة شكون مع من مشيت؟ ديتيني ولاد بالرحيل علاش تبعتك؟ كنا غادي ندي كونترول تمشي معايا دابا والله ما نتبع كلشي بلاصة بس مشيت سير صافي عييت المهم خدينا هادو صيصات من عند هادوك الطباري كيسولوني بنات فين جا راه الرومبون ديال جوهرة معروفين تمايا كنمشيو حنا دائما عند هذاك الواحد عبد الرحيم هذاك عبد الرحيم اللي كنمشيو عنده حيت عبدو كيعرفو مزيان داكشي صافي انا خديت السوسيس كنت مشهيه وعبدو راه كلها صحته راحته صافي دابا راه 10 ونص عاد انا غادا للدار يلا جا عندي عبدو فين شنو الطوموبيل قريبه ها مازال يا طيحت في الدفنة واش كريتي طيحت في الدفنة طما بزاف لا ما طيحتش غير صافي عبدو غير سقط طيحت في الدفنة كتصبح الريحة ديالها خايبة انصح لك كنت شفت واحد الفيديو شحال هادي في انستغرام واحد المرا انا كتسيق وداكشي تجي راجله كيوسخ ليها كتقدي فيها هكا شويه واحد النهار نزلت الطوموبيل هزت رجليها مسخين
بقات كدير ليا كارت الطوموبيل عاوتاني كنيسخ يا حسابها ياك توسخش ليا كوزينتي ما نوسخش لك الطوموبيل توسخ ليا كوزينتي ما نوسخش لك الطوموبيل ياك باقي نعاود نشري لك شي ساندويتش تشرب لي في الطوموبيل باقي نشري لك شي ساندويتش بقات نزلني لتحت ناكلو كاينش ما ماكلو في الطوموبيل يلا تنرجع لكم نكمل هاد الساندويتش ونرجع لكم كي دايرين مبروك على بشركم بقيت صورت لكم والو ملي جيت مع عند سميه دابا راه شنو نقول لكم جيت اثنين لاخر ما بقيت صورت والو يعني يلا حطيت الفيديوهات اللي كانوا عندي ودابا هاد السيمانه الثانيه بدينا في السيمانه الثانيه وما صورت والو يعني الفيديوهات اللي كنتو كتشوفوا راه كانوا مصورين يلا كنبدا نحطهم لكم اما نصور لكم كل نهار نحط لكم كل نهار اما كنغبر المهم مبروك على بشركم كما عارفين دابا كاينه عاشوره اليوم الخميس يمكن غدا الجمعه ياك وقولوا لي واش غد اليوم ولا غدا حيت سمعت شي بنات قالوا الخميس ولكن الاغلبيه كيقولوا الجمعه المهم عواشركم مبروكه الا بغيتوني نصور لكم شي فيديو ديال عاشوره والرفيسه والاجواء وداكشي قولوها لي باش تحمسوني اختي راني فاشله ما عنديش الطاقه والو عطوني حتى نتوما شويه الطاقه رجعوا لي اختي شويه الطاقه حمسوني حمسوني البنات قولوا لي صوريناها شنو تصورينا شنو تصورينا حيت صافي خصكم فشلات المهم مني جيت الخدمه شفتوني جيت نيشان يعني هذه نكمل لكم الفيديو اللي شفتو دابا اللقطات جيت نيشان الخدمه ايوا صافي بقى فيا داك العيا يعني السبت والحد اللي موراهم جلست غير في الدار ما خرجتش من الجمعه في الليل ما خرجتش ما قدرتش نصور والله ما قدرت نصور شي حاجه قلت صافي خاصني نرتاح نوال شدي الارض وارتاحي باش كتعرفوا البنات راه كنصور لكم يعني ملي كتكون عندي واحد الطاقه وباش ما نغبرش عليكم يعني ماشي على الماديات والله يعني شوف دابا راه اكثر من سيمانه ما صورتش يعني يكون كنت زعما دايرها خدمه وخاصني دارو نحط غير فيديو راه كل نهار غنخرج فيديو واخا نجلس غير كنهضر معاكم ولكن صافي ما كانش عندي الكانه كنت عيانه كان خصني نرتاح جلست ارتاحيت وثاني حاجه كانت عندي الدار حالته حيت الدنيا ما كايناش بنات اللي كيسولوا على الدنيا حيت من العيد من قبل من العيد ما جاتش كانت مشات للبلاد دوزت العيد ماشي دوزت العيد هنايا ومشات مورا كان عندها شي عرس الله يكمل لهم بخير المهم دارت كلشي مزيان ومني رجعت كنت انا مسافره مني جيت ما لقاش فين تخلي ولدها السيده اللي كتخلي عندها ولدها هي سافرات قالت صافي اختي ماشي مشكل الدنيا هانيه ما بيناتناش زعما تتبغي تجي على خاطرك وصافي وما كانش ما نقدرش نخلي الدار هكاك يعني كانت كتجي عندي واحد السيده خملت لي الدار ما نعاودش يكون كل نهار كندير حاجه يعني الدار قال لي الحيو نطيحهم وكنت عارفه مع الدنيا يعني مع التقر وداك الشيء حال ما الله يفك وحالي على خير ان شاء الله دابا كل شيء يفوت يعني ما نقدرش نبستر عليها ولا نعطيها الشقه اللي ثقيل يعني واخا كتجي ما كنجبدش دوك القناه ولكن هاد السيمانه القناه ديال الدار تجبدوا عاوتاني وليك لي كوان الصالون كله تخمل من الفوق لتحت كلشي الكوزينه من الفوق لتحت كلشي تخرج كلشي خرج كلشي تجبد ماشي خرج بوحدو كلشي تجبد كلشي تغسل كلشي تستف عرفتو راه شي جوج هادو خنشات اللي خرج ما بين الكوزينه ما بين الماعن الكوزينه داكشي اللي ما لايقش وما بين الحوايج ما عرفتش داكشي فين كان مخبي اش كان كيدير عندي الله اعلم صافي مهم صراحه دماغي تقاد كان هادشي مخربق ليا دماغي واخا كنشقاو داك الشقه الخفيف يعني تسيقه تنشري الحوايج تمسحي بلاكارات من برا ولكن دوك القنات الا كان شي قنت مخربق انا بعدا كيخربق ليا دماغي صافي دابا فريمون حطيت كل حاجه بلاصتها وارتاحيت خملت بيت النعاس بيت امير الصالون الكوزينه مهم كلشي الحمد لله شكرا لله يعني هادشي فين غبرت عليكم غبرت غير في الميناج وفي الخدمه وصافي جيت نطلع لكم دابا حيت بزاف البنات كيصيفطوا لي وانا وال ولفتي لك كتحطي لنا كل نهار او ليله غبرتي يومين ولا نهار دابا غبرتي علينا هادشي ما كان دونك انا رجعت باش نحط لكم هاد الفيديو حيت كنصورته مني كنت جايه وصافي ما كملتوش قلت صافي ما كاينش فيديو بلا ما نحطو لكم مني شفت الميساجات ديالكم بزاف كنت اجي نطلع لكم المهم كنقول لكم شكرا بزاف على الحب ديالكم والسؤال ديالكم فيا كي جيتكم اختي انا ما مطراسيا حجباني ما دايره ماسكارا ما والو كي جيتكم ما خلعتكمش ما جيتكمش مبدله شعري ما مصوب ما حتى شي حاجه نتوما درت غير ليكرون صافي راه تفراجو ما دايراش دابا غير سخنت في الطوموبيل دايره شويه غوجا ليف صافي شوفي حجباني ما مطراسينش وعاد الكاميرا ما كتبينش مزيان ما كتبينش الحروف حيت البنات كيجيو عندي حتى في الخدمه كيقول لي زعما كاين كتبان لي مبدله شويه يعني في الواقع كيبانوا الحروف ولكن الكاميرا بحال كتبهت شويه ايوا هذا الشيء ما كان مهم كما قلت لكم جيت باش نقول لكم مبروك عواشركم وواحد السؤال يا اختي كيجيني بزاف علاش ما بقيتيش تهضري مع كنزه علاش ما بقيتيش تهضري مع ماجده شنو سبب الخلاف بيناتكم شنو اللي واقع بيناتكم ما تكذبيش علينا علاش كنزه حطات فيديو انت ما حطيتيش فيديو جاوبينا شوفوا البنات راه كيف ما قلت لكم
الواحد يدخل غير بخيط ابيض يعني ما بقاش التاويل ما بقاش كتاولوا. انا دابا نحط شوفوا الا بغيتوا راه نحط لكم فيديو المره الجايه زعما فيديو نوضح لكم داكشي اللي غنقدر عليه عندي شي لقطات راه مصوراهم غير ما كتبتش وما حطيتش فيديو. الا بغيتوا قولوها ليا في لي كومونتير ونحط لكم فيديو. تسنوا الفيديو الجاي ان شاء الله ولا تيفوتوا العواشر ولا صافي. المهم نحط لكم فيديو كنهضر مع راسي. نحط لكم فيديو مورا هذا ان شاء الله نجاوبكم. كنت مصوره واحد الفيديو ونشرح لكم فيه الناس اللي بغاو يعرفوا حقيقه الخلاف بيني وبين كنزه وماجده. وكاين البنات اللي كيدخلوا عندي كيقولوا لي لا عرفنا الخلاف ماشي بينك وبين كنزه حيت كنزه خرجت فيديو، اذا الخلاف راه بينك وبين ماجده في الاول. اختي ما عرفتش الناس منين كيجيبوا ديك الهضره واش فهمتوا. ما عرفتش يعني كاين شي تاويلات. كاينين البنات اللي كيقولوا هما ما صدقوش معاك هما ما يسواوش. كاينين البنات اللي كيقولوا انت ما صدقتيش وانت اللي قضيتي حاجتك وما تسوايش. يعني كل واحد اش كيقول. عرفتي الا تبعتي الناس راه كارثه والله كارثه. علاش الواحد ما خصوش يسمع لطرف واحد، خصو يسمع للطرفين ويحاول الواحد يدخل بخيط ابيض. هادشي اللي كنقول. يعني واخا يكون خلاف واخا يكون شي حاجه راه مع الوقت الا كانت علاقه جديه وعلاقه ديال الصح كيف ما كنقولوا راه كترجع لمجاريها. اي انسان ما يخليش العيب وما يبقاش يهضر، ماشي ما يبقاش يهضر وما يجرحش الطرف الاخر. شي كنقول. المهم هاد الفيديو ما بغيتش نهضر فيه على هذا الموضوع حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. دابا انا غدا الخدمه، عبدو هو ماشي بيا جا كياخذ شي سلعه امير هاو باللور وصافي. قلت انا نكمل لكم هاد الفيديو نقول لكم غير مبروك عواشركم، خصوصا عارف الفيديو ما فيهش شي حاجه حيت ما شاركتش معكم التخمال، ما شاركتش معكم القناه. كانت كتجي عندي السيده كتعرفوا خاصه خصوصا الصهد، ما بداش نقول لها لبسي حق غنشد لقطه عندها كنشدك. صافي تفاديت داكشي. قلت خلي انا قادي دارك قادي امورك. دابا انا قسما بالله الحمد لله الشكر لله كنحس براسي مرتاحه. عرفتوا ملي كتكوني موحشه الحمام كتمشي الحمام بلدي بحال هكاك، وملي كتكوني ثاني باغا تخملي الدار كتكون حالتها وكتقاديها كترتاحي. الراحه النفسيه واخا كتعياك ركابي كيمشي والظهر كيمشي ولكن كتكوني مرتاحه. قولوا السلام. السلام عليكم. كنكمل لي الفيديو ديال فاش كنت جايه من عند سميه. قولي مبروك عواشركم. مبروك عواشركم. امير كيداير؟ بخير كلشي مزيان. لاباس الحمد لله. يلا قولوا لي بسلامه حيت غنختم الفيديو. يلا بسلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. بسلامه واحده تبع واحده. يلا بسلامه عليكم البنات. نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. الا بغيتو ندير لكم فلوق ديال عاشوره واجواء في كازا قولوها ليا. بسلامه.